هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم أيام الاثنين والأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من الثامنة إلى التاسعة مساء أيام الاثنين والأربعاء، ومن التاسعة إلى العاشرة مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هيرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات بثماني درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا صلاح محمد زين وزملائي في إذاعة المنتدى، ونرحب بكم مستمعين الأكارم في ساعة اليوم الأربعاء 14 من ديسمبر، والتي أقرأ عليكم في مستهلها نشرة الأخبار ثم تعليقا إخباريا عن رفض الجنود لاستلام الرواتب وزيارة الطاغية إسياس إلى مدينة عصب لتهدئة الأمور. وبعدها نعيد عليكم بمناسبة مرور عام على حجز أموال الناس في بنوك النظام بحجة تغيير طبعة العملة، نعيد تعليقنا الذي أذعناه في حينه عن تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. نتمنى لكم وقتا طيبا ومتابعة مفيدة. تحية لكم مرة أخرى، وهذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: التعميم الشهري للهجدف يبرر مغامرات النظام في المنطقة ويعترف باستفحال الفساد في البلاد، سفارة النظام بالخرطوم تفرض شروطا لدافعي الضرائب، إلى تفاصيل الأخبار. أصدر المكتب المركزي لما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الأول من ديسمبر الجاري تعميمه الشهري وأنزله على قواعد الحزب، حيث ورد فيه أن الخدمة الوطنية كانت وستظل إحدى الدعائم الأساسية للبناء الوطني الإريتري، وأنه لن يتم التساهل حيال من تقاعسوا عن تأديتها أو من يعينهم على ذلك حسب منطوق التعميم. وفي تبرير ساذج لتدخل عصابة أسمرة في شؤون دول الجوار ودورها الكبير في إشعال فتيل النزاعات في المنطقة، ادعى التعميم أن إريتريا تسعى لتقريب وجهات النظر بين الحلفاء في منطقة البحر الأحمر، وتأكيد ضرورة إبقائها منطقة آمنة لمنع أي تدخل أجنبي بذريعة بسط الأمن فيه. هذا ولم ينسى التعميم أن يذكر أتباع حزب الهجدف بأن التجرد ونكران الذات من القيم النضالية الراسخة، عليه يتوجب على كل أعضائه مساندة وإنجاح القرارات الاقتصادية ومجابهة النزعات الفردية والتكتلات المصلحية وكشف أي تحركات من شأنها إفشال النتائج الإيجابية المرتقبة لتلك القرارات، ووضع مصلحة الوطن نصب الأعين، وذلك في إشارة واضحة لاستفحال الفساد والأنانية وفشل ما يسمى بالقرارات الاقتصادية. أوقفت سفارة إريتريا في الخرطوم إجراءات استلام ضريبة المغتربين والمهاجرين المعروفة بالـ2%، وذلك بقرار من إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية الإريترية، لأن إيصال دفع الضريبة يتيح لدافعيها الرجوع إلى إريتريا والتعامل معهم كمقيمين في الخارج.
وكانت إدارة الشؤون القنصلية قد وجهت قنصليتها في السودان بعدم استلام أي مبالغ مالية تخص الضريبة المذكورة إلا من الإريتري الذي يثبت تواجده في السودان لمدة 3 سنوات كحد أدنى ويدفع الضريبة بأثر رجعي عن كل السنوات السابقة. انتهت النشرة. وديعوا باسي سوبخنوا
السعد يعني بحر الأولى أيوش دوجان بخد الناع رسل ليبيا معذك حول زقدد مذكر نيسيني تعليق إخباري عن رفض الجنود لاستلام الرواتب وزيارة الطاغية إسياس إلى عصب لتهدئة الأمور. أذعنا في ساعة الأسبوع الماضي لصوت المنتدى نبأ تصاعد حالات الرفض الجماعي وسط الجنود لاستلام الرواتب حسب التعديلات الأخيرة احتجاجا على الاستقطاع الكبير وامتداد الحالة إلى وحدات عسكرية في منطقة العمليات الغربية والوسطى والقوات الخاصة، وأن ما يسمى بالمكتب الخاص التابع للرئيس والمعني بصرف الرواتب والكائن بعدها له تحت إشراف ضابط برتبة عقيد يدعى تدروس قد ابتعث مراقبا لصرف الرواتب إلى كل الوحدات، وأثبت المراقبون المبتعثون تدني الحضور لاستلام الرواتب، مما دفع قيادة هيئة الأركان إلى إصدار أمر برفع تمام الحضور والغياب في كل الأسلحة والوحدات العسكرية لحصر العدد الفعلي لأفراد القوات العسكرية. بعد سماعه رفض الجنود استلام الرواتب احتجاجا على الاستقطاعات وتأكيدهم بأنهم على استعداد للعمل بدون مقابل، طار إسياس أفورقي إلى عصب مساء الثلاثاء 22 للقاء قادة المنطقة العسكرية الشرقية، وعقد في اليومين التاليين لوصوله اجتماعين في كل من قاعدة عصب وقدم تحدث فيهما عن أنه لا يعرف أي تفاصيل عن الموضوع وأنه سيقوم بمراجعة كل ما طالب به الجنود مع جهات الاختصاص، وعلق على استعدادهم للعمل مجانا بأنه استعداد مشكور لكنه غير مقبول لأن حكومته على حد تعبيره تسعى لتحسين الوضع المعيشي للشعب عموما وللجنود بشكل خاص وليس في نيتها تشغيل الناس بلا مقابل. انتهى كلام فخامته المخدر للجنود المقلوب على أمرهم. وبقي أن نتوقف هنا قليلا قبل الخوض في التعليق على الحدث ذاته عند الجملة الأخيرة التي تنفي عن حكومته نيتها تشغيل الناس بلا مقابل. هل ظن الطاقية أن الجنود سيصدقون أنه لا ينوي تشغيل الناس بلا مقابل؟ نقول ناهيك عن الجنود والشعب الإريتري، فإن العالم أجمع لن يصدق هذه الأكذوبة الفادحة والفاضحة في آن واحد، لأن التقارير الدولية والإقليمية الرسمية منها والإنسانية تتحدث عن استعباد حكومة إسياس أفورقي للناس في إريتريا وتشغيلهم سخرة مقابل لا شيء في شتى المجالات الاقتصادية والزراعية وغيرها، بل حتى التلفاز الفضائي التابع للنظام لا تخلو نشراته الإخبارية اليومية عن مشاهد تشغيل الناس بدون مقابل، حيث يقاد الصغار والكبار والنساء والشيوخ قصرا إلى بناء سدود مياه الأمطار الموسمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي يستثمرها ويستفيد منها الحزب والمنتفعين من ورائه. لذلك كلام الطاغية بأن عصابته ليس في نيتها تشغيل الناس بلا مقابل مردود عليه، وهو مجلبة لسخرية الأطفال قبل الكبار. بالعودة إلى البدء،
بعد إجرائه لتلك اللقاءات والاجتماعات السالفة الذكر، عادت طاقية من عصب إلى أسمر برا مساء الخميس عكس مغادرته لها جوا. ومع عودته بدأت مجالس مدينة أسمر تتسامر حول تصريحات وأحاديث إسياس للجنود في الوحدات العسكرية المتواجدة في منطقة عصب. ومن التقارير التي وصلتنا عن تلك الآراء استخلصنا لكم النقاط التالية: حديثه عن عدم معرفته بتفاصيل الاستقطاعات وأن المرتب تم إنقاصه فعليا أمر غير منطقي، لأن المكتب الخاص بإجراء عملية إعادة تقدير الرواتب يتبع مباشرة لمكتب الرئيس. أو ربما أراد بحديثه ذلك أن يمهد ويبرر لنفسه التراجع وإعادة النظر في قرار الاستقطاعات وتحميل المسؤولية للجهة المنفذة، وبذلك يعمل على تهدئة الوضع ومنع توسع دائرة الرفض داخل الجيش. كما لم يستبعد البعض من المراقبين أن يتم اعتقال من يشتبه في تحريكهم لهذا العزوف الجماعي عن استلام الرواتب. وذهب آخرون بأن الهدف الأكبر هو أن الرئيس أراد تطويق الأمر بحيث لا يعزز الاتهامات الدولية بأن إريتريا تقوم بتشغيل الشباب سخرة دون رواتب. هذا ونختم بالتذكير بأن الرواتب المستحقة لموظفي كل قطاعات الدولة أصبحت في أحسن الأحوال تتأخر حتى منتصف كل شهر. شوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو. شبابنا تبقوس تبقوسو كارونا بوداي شبابنا تبقوس تبقوسو كارونا بوداي هقي يا حمقتو يهو وتقبلو تسكاي سلاح زور وقلم تاريخ كتب بأدمعي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي شوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو لا بقى عديب والدولة تساقم لسنة ولا آكي لا بقى عديب والدولة تساقم لسنة ولا آكي وانت أقل أتاكاي لا تمكره تتهاقي قبا
بيوح زركة لا محزق ليدي تطعم هققيد حدك فتني تيدي حدك فتني تيدي تطعم هققيد حدك فتني تيدي حدك فتني تيدي جر 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 بولو جر 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 بولو ودا بشوك الحمل الحمل جر بولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جر بولو كيم بولو جر 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 بولو جر 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 بولو بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو ودا بشوك الحمل الحمل جربولو كيم بولو الفاشل سياسي زرق بأطوارو الفاشل سياسي زرق بأطوارو هوت ملو حزتو هيب منو مقارو شعب قرار كل يوم حزت صبح ودرارو جربولو كم كلب نادلك بدا فاترو نادلك بدا فاترو جربولو كم كلب نادلك بدا فاترو نادلك بدا فاترو تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. وسط حالة من الخوف والقلق أمضى الشعب الإريتري أسبوعه المنصرم منذ ذلك الأربعاء 4 نوفمبر الجاري حين أعلن البنك الإريتري المركزي عن برنامج تغيير طبعة النقف المتداولة حالياً. منذ ذلك الإعلان الفاجئ وحتى هذا اليوم مر أسبوع تهاوت فيه ليست فقط الأحلام في حياة كريمة لم تسهم الحكومة في توفير متطلباتها، بل سقطت فيه توقعات الحلول السلمية مع هذه الطغمة المجرمة، وأصبح شبح المواجهات العنيفة من السيناريوهات الوشيكة الحدوث. الأثر المباشر لهذا القرار العصي عن الوصف تمثل في حزمة إجراءات وخطوات متباينة بل ومتعارضة سيتم استعراضها في هذه المساحة، لكن وباختصار شديد يمكن القول أن حرب المصالح قد بدت مستعرة جدا بين الشعب الإريتري المغلوب على أمره وعصابة الهجدف القابعة على صدر الوطن، لأنه لم يسلم من لدغة هذا القرار المودعين في بنوك النظام أو أولئك الذين قاطعوا تلك البنوك، فالعصبة وضعت يدها على كل فلس في إريتريا وليس أمام الشعب إلا خيارين، إما الإذعان أو الانتفاض والدخول في عصيان مدني وإضرابات مفتوحة. هذا في الداخل، بينما انشغل الناس في الخارج بالسعي وراء فقاعات وهمية وحوارات حول اختفاء الدكتاتور ظهوره مرضه وعافيته موته وحياته، وتناسى الجميع أن مثل هكذا قرارات إجرامية لا يمكن أن تكون إلا من إبداعات أفكاره المريضة، وأن الدكتاتورة لن يغيب عن المشاركة في أي فعل إجرامي طالما أنه لم يزل ممسك بموقع صنع القرار. خلال هذا الأسبوع الثقيل وصلت معدلات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي إلى ارتفاع لم تصله خلال ربع القرن الماضي، وكانت الحكومة قد أشاعت في وقت سابق أن أسعار العملات الحرة في تناقص،
وعليه سارع الجميع بالتخلص من مدخراتهم من تلك العملات وباعوها لممثلي الحكومة بالخسارة. ثم جاء القرار ومرة أخرى سارع البعض لشراء العملات الأجنبية من نفس وكلاء الحكومة أيضا بالخسارة. عليه أصبحت حكومة المنشار قد أخذت ما ليس لها هبوطا وصعودا، والنتيجة أن كل مواطن باع ثم اشترى من العملات الحرة قد خسر ثلثي القيمة المستحقة فعلا. الأثر الأكبر خلال هذا الأسبوع كان في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واختفاء بعضها من الأسواق بشكل مباشر فور إعلان قرار تغيير العملة وفق الشروط القاسية التي لا تفسير لها غير أن الحكومة قررت أن تضع يدها على الممتلكات الخاصة بالشعب بعد أن عزف الشعب عن وضع ودائعه الادخارية والاستثمارية في بنوك النظام. ولأن الودائع هي العنصر النقدي الأكثر سيطرة على الاقتصاد، جاء القرار كمعالجة قسرية ليست اقتصادية ولا علمية ولا داعي لها أبدا، إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تؤجج المواجهة بينها وبين الجماهير وتعجل بتلك المواجهة التي أصبحت محتملة الحدوث، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية والعسكرية موضوعة في حالة التأهب القصوى منذ بداية الأسبوع الأكثر صعوبة. في بحر الأسبوع المنصرم أيضا ودون مقدمات، ارتفع سعر رغيف الخبز بنسبة 100% واختفت معه سلعة الطحين من كل الأسواق، وبدأت السلطات في مداهمة المخازن الخاصة المملوكة للأفراد بغرض مصادرة محتوياتها من دقيق وزيوت طعام وحبوب غذائية وبقوليات ومنظفات وغيرها. كل ذلك جاء نتيجة لحمى الشراء التي أصابت الجميع تقريبا. فبعد السقف المالي المحدد في إعلان البنك المركزي، انتاب أصحاب الأموال المحفوظة خارج النظام المصرفي حالة من الهلع ومخاوف من السؤال القادم بلا شك: من أين لك هذا؟ لذا أصبح كل شخص يشتري أي شيء يعتقد أنه سيحفظ له أمواله. البعض اشترى ممتلكات وأمتعة هو ليس في حوجة إليها أصلا وبأسعار باهظة جدا، والبعض الآخر احتكر سلعا بعينها واشترى كل المطروح في السوق. ارتفعت أسعار التبقي والملابس والمصنوعات البلاستيكية والمشقولات الجلدية وأي سلعة يمكن أن تباع لاحقا، وظهرت فئة طفيلية تدعي أنها قادرة على تبرير امتلاكها للملايين من النقفات مقابل نسبة يدفعها الملاك الأصليين حفاظا على أموالهم أو ما يمكن أن يتبقى منها. والبعض الأكثر تعاسة اشترى أشياء تسيطر عليها الحكومة وأصبح تحت مدى قسوتها، إذ لا مجال للحديث عن الرحمة عند ذكر هذا النظام المجرم. فعلى سبيل المثال للحصر، اشترى بعض التجار كل كروت الشحن الخاصة بشركة الاتصالات الإريترية الوحيدة والمعروفة باسم إريتيل، واختفت كروت الشحن المسبق لأجهزة الهواتف الجوالة، وأحدث ذلك فجوة مريعة في خدمة الاتصالات الهاتفية، وتنامت الطوابير أمام مراكز بيع كروت الشحن وفروع إريتيل. هذا هو المنظور. أما الجزء المخفي من المشهد فهو أن إدارة شركة إريتيل قررت إلغاء برمجة الكروت المباعة بالجملة، بحيث لن يستطيع أي مستخدم لها الاستفادة من خدمات الاتصال، أي أن كروت الشحن مدفوعة القيمة سلفا أصبحت خارج الخدمة، ونسأل الله أن يعوض من يشتريها من المستهلكين. هذه أيضا تعد من الجرائم الفادحة والفاضحة للعقلية الإجرامية التي تدير حرب المصالح التي شنتها السلطات الإريترية على شعبها. إذا كان هذا هو حال السوق الإريترية، فأحوال الأسواق المجاورة ليست بأفضل حال بفعل هذا القرار العجيب. ففي ولاية كسل السودانية انخفض سعر النقفة بمعدل 75، وماتت مبالغ تصل إلى نصف مليار نقفة في أيدي تجار سودانيين أو إريتريين مقيمين في السودان، بعد أن أغلقت الحدود واتبعت إجراءات تفتيش دقيقة لكل قادم من السودان وعدم السماح بدخول النقفة إلى بلدها الأصل. هكذا رد نظام أسمر التحية بأسوأ منها لحلفائه من فئة طفيلي تجار الحدود وشركائه من مجرمي الإتجار بالبشر وأتباعه من أثرياء الصدفة والغفلة. كل هذا تم خلال هذا الأسبوع الأكثر جنونا. مضى الأسبوع بتثاقل، بينما والي ولاية كسلة آدم جماع آدم ومدير جهاز الأمن والمخابرات وكبار المسؤولين العسكريين في ولاية كسلة يقومون في هذه الأيام بزيارة لإريتريا، حملت الكثير من التوسلات والطلبات الخاصة بضرورة معالجة موضوع الأموال المحتجزة في كسلة،
وتسوية أوضاع التجار المتضررين ولو بنصف القيمة الحقيقية للنقفة مقابل الجنيه السوداني. فجاء الرد الإريتري الرسمي بالقول إنهم قرروا ألا يسمح بدخول أي مبلغ كان في الخارج لحظة صدور القرار. هنالك أيضا جهود خاصة تمثلت في طلب خاص تقدم به الوزير السوداني مبروك مبارك سليم رئيس ما يعرف بتنظيم الأسود الحرة، يطالب فيه الرئيس سياس باستثناء أبناء الرشايدة من الشروط الواردة في إعلان تغيير العملة. ولم يحصل الوزير السوداني الذي يعتبره الكثير من الإرتريين شريكا في معظم الجرائم الخاصة بتهريب البشر والإتجار بهم وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، لم يحصل بعد على أي رد على مناشداته التي خص بها الرشايدة دون بقية خلق الله. لكن إن استجاب النظام لهذه المناشدة وتم استثناء الرشايدة من تلك الشروط فسيكون الأمر أكثر وضوحا، وستزال ستارة أخرى من حجب السرية التي تحيط بعلاقة الرشايدة مع الرئيس المخبول. وبالطبع موضوع تغيير العملة يذكر الجميع بالدور الذي لعبه الوزير مبروك مبارك سليم عندما شارك في عمليات نقل الأموال المنتهية الصلاحية من جنوب السودان عبر جسر جوي بين جوبا وساوة، حيث أدخلت تلك الأموال إلى السودان ليعاد تغييرها في شماله، وكانت خصما كبيرا على الاقتصاد السوداني. إنه تحالف إجرامي يمكن أن يجدد في أي لحظة وفق المصالح، إذ لا يستبعد أن يشير الرئيس السياسي للوزير السوداني بجمع الأموال الإريترية الطائلة بربع القيمة أو أقل ويعيدها بعد أن تحسب له العمولة المجزية عليه. فإن هذه الجهود السودانية الرسمية المتأخرة تجد منا كل استهجان، ذلك لأن الطبعة الجديدة من النقفة تم صكها في مطابع شركة مطابع السودان للعملة بالخرطوم جنوب وفق اتفاق أبرم في 8 مايو من العام الماضي 2014 بين الجانب الإريتري الذي قاده رأس النظام شخصيا والجانب السوداني الذي حشد رجالات القطاع المالي، وزير المالية ومحافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة ومدير ونائب مدير شركة مطابع العملة السودانية بحضور وزراء آخرين في ذلك الوقت. ثم وصلت الأوراق المالية الجديدة إلى أسمر برا وعبر ولاية كسلة وبتأميم من سلطاتها الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي. إذن ما الجديد على الجانب السوداني حتى يأتي والي كسلة الآن إلى أسمر ليرفع أكف الضراعة بين يدي الطاقية في لقائه الأخير به؟ ولما لم توضع مصالح التجار السودانيين ضمن شروط إتمام الصفقة؟ أم أنها عملية مدبرة ومركبة ومتداخلة المنافع تتيح للأطراف الحاكمة في إريتريا والسودان بتحكيم قبضتها على حركة المال لأسباب ليست على صلة بالشأن الاقتصادي؟ وهذا ما يؤكده نوع الوفد القادم من ولاية كسلة. إذن الأمر لا يعدو كونه لعبة أمنية متفق عليها. عموماً كل ما تم يقود إلى سؤال أكثر أهمية، وهو إن كان إعلان تغيير العملة قد حدد أن كل نقفة جديدة تساوي نقفة قديمة عليه، أين ستذهب هذه الأموال التي أصبحت خارج دائرة الصرف؟ أين القيمة غير المدفوعة ولمصلحة من ستعود؟ مع التذكير بأنه لو كان حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، عليه تصبح عصبة الهجدف قد أسقطت هذا الحق عن مواطنيها عمدا، ليضاف ذلك إلى سلسلة انتهاكاتها للحقوق. وللرد على بعض الأصوات التي حاولت التبرير والترويج لهذا القرار المجحف وتوصيفه بأنه مخرج من الأزمة الاقتصادية الناشئة كنتيجة لحالة لا حرب ولا سلم، نقول إذا كان على سلطات الهجدف الغاشمة أن تسعى للإصلاح الاقتصادي، هذا إن تركنا الإصلاح السياسي مباشر واللازم، فالأمر كان يقتضي التصدي القائم على تمكين الحقوق وإيجاد منتهى للأزمة الاقتصادية عبر جملة أمور من بينها الإصلاح التنظيمي وتحسين سياسات التدريب على الوظائف وإنشاء الوظائف والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير الصحة للجميع. وهذا النهج المشتق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص غير القابلة للتصرف موجه قانونيا وسليم اقتصاديا ومدعم على نطاق واسع، ولكن وكما جرت العادة اختارت تلك الطغمة الطريق المعاكس. أخيرا وليس آخرا، وحتى العودة لمتابعة التداعيات، نود الإشارة إلى أن مجالس أسمرة تتندر بما قاله مدير البنك المركزي كبرا أبو الدماريام
حيث ذكر في سياق تبريره لهذا القرار الجنوني على فضائية النظام أن الهدف منه التهيئة لخدمات مصرفية متطورة وإدخال المظاهر الحضرية في الأداء المصرفي. لكن بدلا عن ذلك أسهم القرار في أن تمتد طوابير انتظار الحصول على المواد الاستهلاكية والضرورات اليومية، ويبدو أن ظاهرة الطوابير تحسب أيضا من المظاهر الحضرية عند كبر أبو عصبة الهكدف، لذا عليهم بإدخالها في سوق الخدمات حتى ولو بفرض الندرة والفقر.
إعادة طباعة العملة وزيادة الأجور. قلم الأستاذ صالح أشواك. في نوفمبر الجاري يكمل تنفيذ المنشور الذي أصدره البنك المركزي الإريتري عامه الأول، حيث قضى القرار باحتجاز الأموال تحت ذريعة تغيير العملة الوطنية النقفة، بعد أن تم طبع نسخة جديدة خلت من أي تعديل ملحوظ، وهي من تصميم أفرو أمريكان بانكنوت ديزاينر، وطبعت بواسطة جيرمان كارنسي برينتر جيسك أند ديرفان. ولعل الأسباب التي تستدعي تغيير العملة هي بالضرورة معلومة للاقتصاديين، كما أن لها نتائج مرجوة، إلا أنه في الحالة الإرثية لم يكن الأمر أكثر من استمرار لسلطة الدولة على كل الحركة الاقتصادية، فإن عملية إعادة الطباعة لم تتم لخلق الاستقرار في الأنظمة المصرفية، والذي في الغالب تلجأ إليه الدول في حال حدوث تذبذب فيها. ولكن القرار اللاحق باحتجاز المبالغ جاء مغايرا لكل المعالجات الاقتصادية، فقد فاقم الأمر أكثر مما كان عليه قبل إعادة الطباعة وقرارات الاحتجاز للمبالغ المودعة، كما من الأسباب الموجبة لتغيير العملة وإعادة طباعتها للقضاء على ظاهرة التضخم الاقتصادي، ولكن الذي حدث لم يكن فيه توازن بين التضخم وتسيل النقد على نحو يلبي حاجيات المواطن وينعش الحركة التجارية الصناعية والخدمية، بل عطل كل الدورة الاقتصادية في البلاد. بموجب هذا القرار المدروس بعناية فائقة من حيث اختيار التوقيت حتى يفسر الأمر، وكأنما هو قطع للطريق أمام الثراء الفاحش الذي أحدثته تجارة البشر، والقرار نفسه كان تمهيدا لجملة من القرارات اللاحقة والتي سوف نتعرض لها في متن هذا المقال، فإن المبررات التي تم تسويقها من قبل الحكومة تمثلت في محاربة السوق الموازي أي السوق السوداء، والقضاء على التضخم ومحاربة الفساد، ومع ذلك لم يلاحظ أي تحسن في الأمر خلال ندرة النقد نتيجة احتجازه في بنوك النظام. فإنه بموجب هذا القرار كان لازما على المواطنين استبدال ما لديهم من عملات بالنسخة الجديدة منها، على أن تودع في حساباتهم المصرفية، على أن يكون الاستبدال نقفة جديدة مقابل نقفة من القديمة، أي 1:1، ويتم صرف مبلغ 20,000 نقفة شهرية من الأموال المودعة لدي فروع المصرف المركزي الوحيد في البلاد، والتي تم خفضها لاحقا إلى 5,000 نقفة فقط. وهذا القرار عطل الحياة الاقتصادية نتيجة توقف إصدار أي سندات مالية بنكية كخطابات الضمانات وخطابات الاعتمادات البنكية، مما عطل الحركة التجارية فيما يتعلق بالتبادل التجاري وتحمل تبعات هذا القرار الاقتصادي الوطني، الذي كان يعاني أصلا من ضعف وترهل نتيجة دخول شركات النظام في مزاولة الأنشطة التجارية والتضييق على القطاع الخاص، الذي هو بدوره كان ضعيفا نتيجة انعكاس الوضع العام عليه. وفي تقديري فإن المتضرر الوحيد من كل هذا هو المواطن بدرجة كبيرة، وذلك لجملة من النتائج التي ترتبت عنها هذه القرارات، حيث توقفت الأنشطة الصناعية والمعامل الإنتاجية نتيجة عدم توفر مدخلات الإنتاج، مما انعكس على الإسعار التي تحددها الندرة كاستجابة لشرطي العرض والطلب، علاوة على تبديد فرص العمل لسوق هو في الأصل يعاني من بطالة وانعدام الكوادر الإنتاجية نتيجة عسكرة المجتمع وإدماج الشريحة المنتجة في برامج السخرة طويلة الأمد. فإن القرار هدفه الأساس هو سيطرة الدولة على المال واستحواذ على كل المقدرات المالية للبلاد عبر احتجازها في البنك المركزي وفروعه. ومن المفارقات فإن على المواطن في أي تعاملات تجارية، سواء توريدات منتجات أو تقديم خدمات أو تأجير عقارات على أي مؤسسة أجنبية، سواء كانت هيئة دبلوماسية أو منظمة إنسانية، فإنه يجب أن لا تسدد ما يقابل هذه الخدمات نقدا للمواطن المستفيد، بل تودع في حسابه المصرفي. ومن أغرب المفارقات العجيبة فإن إريتريا لم تعلن ميزانيتها لعام 2016، والصرف على أنشطة الدولة كان يتم عن طريق أوامر صرف المكتب الرئيس دون أي مؤشر اقتصادي، ودون أن يتم تحديد الأولويات في الصرف. بمعنى آخر أن العام 2016 لم يكن له أي ميزانية، وهذا لعمري لم نسمع به في الكون إلا في إريتريا، التي تعد حالة استثنائية في العالم. وقبل أيام قليلة تم الطلب من المحافظات وما يعرف بالزوباتات الرفع بمرئياتها لاستحقاقاتها عام 2017، لذا نجد إريتريا غير محاضرة في تحليلات المؤسسات العالمية التي تراقب مستويات النمو الاقتصادي للدول،
والتي تخضعها لمعايير المعمول بها عالميا، حيث يؤخذ عدد السكان بعين الاعتبار. وحتى الآن لم تجري في إريتريا عملية التعداد السكاني على أهميتها، كما أنه لا يوجد مؤشر لمتوسط دخل الفرد الحقيقي ومتوسط دخل الفرد المصحح بتعادل القوة الشرائية، علاوة على مؤشرات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والتدريب والقدرات الإنتاجية. القرار الذي أصدره البنك المركزي لم يكن قرارا اقتصاديا، بل كانت الغاية منه إصدار قرارات لاحقة تتبع لهذا القرار، وذلك للخروج من دائرة المراقبة والإدانة التي بدأت تلاحق النظام نتيجة الإبقاء على المجندين في السلك العسكري أو معرف الأغلغلوت، التي تعني خدمة العلم مدد تتجاوز المحددة في القانون والعراف، إذ أنها بلا أمد انتهاء، ولأن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اتهمت إريتريا بتشغيلهم دون أجور، حيث كان أجر المجند 500 ناقفة في محاولة للالتفاف على التحقيقات التي بدأت تجريها المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. نتيجة لتقارير توضح ذلك، فإن النظام قد أعلن إعادة هيكلة الرواتب على أسس جديدة كموجبات للزيادة وزيادة أجور المجندين إلى مبلغ 1250 ناقفة، واعتبار معيار إعادة هيكلة الرواتب على أساس المؤهل العلمي بصرف النظر عن سنوات الخدمة أو الوظيفة التي يتقلدها الموظف. وقد تم إعلان هذه الزيادة في أغسطس عام 2015 على أن تكون الزيادة بأثر رجعي حتى شهر يونيو من ذات العام، ولكن تم إنفاذ هذا القرار في مطلع أغسطس من هذا العام، بمعنى آخر أن الزيادة احتسبت من تاريخ التنفيذ. هنا دعوني استفيض في شرح الزيادة المقررة وآلية تسليمها للموظف بعد استيفاء الاستقطاعات، سواء كان في القطاع العسكري أو القطاع المدني. المجند الذي لا يحمل أي مؤهل ومنهم دون الراتب في الجيش تقرر رفع رواتبهم 1250 نقفة، وجرى أيضا التفاف على هذه الزيادة المزعومة بالاستقطاعات التي تتم من الراتب ومقسمة بطريقة غريبة بعض الشيء. إذا كان المستفيد متزوج فإن 600 نقفة تسلم للزوجة، وإذا لم يكن مؤهلا يتم ادخار المبلغ في حسابه المصرفي، وبطبيعة الحال المتزوجين قلة وأغلب الشباب لم يتزوجوا، هذا هو الاستقطاع الأول. أما الثاني فيتم خصم مبلغ 200 نقفة لبناء المنزل الذي سوف توفره الدولة في الخطط الإسكانية لاحقا، ويتبع ذلك خصم مبلغ 150 نقفة مقابل الإعاشة في المعسكر، و50 نقفة مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، ليصبح المتبقي فقط 250 نقفة تصرف نقدا للمجند أو المدني الذي لا يحمل مؤهلا أكاديميا لمن هم دون الرتبة العسكرية التي تبدأ بالمساعد وترتقي صعودا تصل لرتبة وزير الدفاع. هذه الفئة تصرف راتبها عن طريق وزارة المالية. حملت المؤهلات العلمية العليا والتي تبدأ من المعاهد العليا التي تمنح الدبلوم للدارس سنتين، فإن أقل الراتب لهذه الشريحة هو مبلغ 2500 نقفة، على أن تكون الزيادة عن كل سنة دراسية 500 نقفة لما بعد السنتين، وبكالوريوس لسنواته المقررة 4 سنوات. حتى الذين درسوا 5 سنوات مجال الهندسة لا تحتسب لهم هذه السنة الإضافية، كما هو حال دارسي الطب الذين تمتد سنوات دراستهم في بعض الجامعات إلى 6 سنوات. هذه الرواتب تطبق فيها كل الاستقطاعات التي ورد ذكرها، والفرق الوحيد أن هذه الفئة تصرف رواتبها من مكتب الخاص مكتب الرئيس، أي بمعنى آخر حاملي المؤهلات العلمية يصرفون رواتبهم من مكتب الرئيس. من الذي تضرر من هذه القرارات؟ قدام المحاربين العاملين في القطاع المدني الذين لم تشمهم هذه التعديلات والتي استند فيها على المؤهلات الجامعية، بمعنى آخر ربما تجد راتب مدير دائرة أقل من موظف يعمل تحت إدارته إذا كان الأخير جامعيا. قدامى المحاربين من الضباط والرتب العسكرية وقادة الجيش الذين تم استدعاهم في نداء الوطن في عام 1998، والذين لبوا النداء وتم منحهم الرتب العسكرية وتكليفهم بقيادة التشكيلات العسكرية، فإن هؤلاء أيضا لم تشملهم الزيادة عدا من كان يحمل منهم مؤهلا جامعيا. الجنود حديثي العهد الذين تم تسريحهم في عام 1993 أم 1994 وطلب منهم العودة في عام 1998، فإن رواتبهم التي لم تتجاوز 700 ناقفة فإنهم أيضا متضررين لعدم شمولهم بهذه الزيادات. الإشكاليات التي ظهرت جراء هذه القرارات: تزايد حالات الهروب الفردي والجماعي وبشكل شبه يومي، ظهور مظاهرات الاحتجاج العلني في أوساط الوحدات العسكرية، عزوف البعض عن العمل والجلوس في منازلهم وإحجامهم عن العمل في ظاهرة جديدة على الدولة الإريترية، حيث كان الخوف من ردة الفعل الحكومي الباطش هاجس يؤرق الجميع، مطالب جماعية ولوحدات كاملة بالنقل مما يعرف بمناطق الدفاع مجازا ويعملون فيها دون تميز إيجابي كونها مناطق شدة، إذ لا بد لها في بند الرواتب، مما أظهر بوادر عصيان جماعي. الأسباب التي جعلت الحكومة الإريترية تتخذ هذه القرارات:
لدحض أي اتهام بأن الدولة تستخدم المجندين بالسخرة وأنها تعهدت بزيادة رواتبهم وقد التزمت بتعهداتها. لذا ليس هناك ما يبرر هذه الاتهامات، لأن الفئة التي تم استهدافها بزيادة هم جنود الخدمة الوطنية. تقليل راتب الخدمة الوطنية بالتحاليل على هذه الزيادات بالاستقطاعات من 500 نقفة إلى 250 نقفة عمليا وفعليا. التعرف على مصادر الاحتجاجات تمهيدا للقضاء على كل من يرفع صوته برفض السياسات الحكومية، وهذه الاحتجاجات يتم رصدها من المكتب الخاص للرئيس. لذا نجد القلق يسيطر على الحياة العامة والحياة الخاصة للمواطنين الذين أقرتهم هذه الحكومة مما يمتلكون من مدخرات مالية نتيجة حجزها في البنوك والتلاعب في الاستحواذ على رواتب الموظفين عبر زيادات وهمية تتبعها استقطاعات تعسفية.
تحية لكم مرة أخرى، وهذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: التعميم الشهري للهدف يبرر مغامرات النظام في المنطقة ويعترف باستفحال الفساد في البلاد، سفارة النظام بالخرطوم تفرض شروطا لدافعي الضرائب. إلى تفاصيل الأخبار. أصدر المكتب المركزي لما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الأول من ديسمبر الجاري تعميمه الشهري وأنزله على قواعد الحزب، حيث ورد فيه أن الخدمة الوطنية كانت وستظل إحدى الدعائم الأساسية للبناء الوطني الإريتري، وأنه لن يتم التساهل حيال من تقاعسوا عن تأديتها أو من يعينهم على ذلك حسب منطوق التعميم. وفي تبرير ساذج لتدخل عصابة أسمرة في شؤون دول الجوار ودورها الكبير في إشعال فتيل النزاعات في المنطقة، ادعى التعميم أن إريتريا تسعى لتقريب وجهات النظر بين الحلفاء في منطقة البحر الأحمر، وتأكيد ضرورة إبقائها منطقة آمنة لمنع أي تدخل أجنبي بذريعة بسط الأمن فيه. هذا ولم ينسى التعميم أن يذكر أتباع حزب الهدف بأن التجرد ونكران الذات من القيم النضالية الراسخة، عليه يتوجب على كل أعضائه مساندة وإنجاح القرارات الاقتصادية ومجابهة النزعات الفردية والتكتلات المصلحية وكشف أي تحركات من شأنها إفشال النتائج الإيجابية المرتقبة لتلك القرارات، ووضع مصلحة الوطن نصب الأعين، وذلك في إشارة واضحة لاستفحال الفساد والأنانية وفشل ما يسمى بالقرارات الاقتصادية. أوقفت سفارة إريتريا في الخرطوم إجراءات استلام ضريبة المغتربين والمهاجرين المعروفة بالـ2%، وذلك بقرار من إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية الإريترية، لأن إيصال دفع الضريبة يتيح لدافعيها الرجوع إلى إريتريا والتعامل معهم كمقيمين في الخارج. وكانت إدارة الشؤون القنصلية قد وجهت قنصليتها في السودان بعدم استلام أي مبالغ مالية تخص الضريبة المذكورة إلا من الإريتري الذي يثبت تواجده في السودان لمدة 3 سنوات كحد أدنى، ويدفع الضريبة بأثر رجعي عن كل السنوات السابقة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية ساعة هذا اليوم، شاكرين حسن متابعتكم، نتمنى أن نلتقيكم في ساعة جديدة للمنتدى، وإلى حينه ابقوا على خير وتصبحون على وطن حر.